أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد أن نشارك في هذه الندوة في قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة الكويت. هذه الندوة يعني أنا حريص أي منشط أو فعالية تقام لمناقشة قانون الإعلام الجديد أن احنا نكون موجودين، كنا احنا أعضاء في اللجنة التعليمية المناط فيها للأمانة نظر هذا القانون. سعيد بكل الملاحظات اللي سمعتها، سجلناها، هي محل اهتمام ومحل احترام كذلك. وأنا أقول يعني إجابة للسؤال، نعم هذا القانون بهذا الشكل هو قانون مكبل للحريات، وإن كان ببعض المصطلحات الجميلة، لكن هذا القانون في كثير من المواد التي لن نسمح بمرورها لأنها يعني فيها تعظيم لسلطة الوزارة، تعظيم لسلطة الوزير، وهذا أمر احنا ما نقبل فيه. كذلك في إقحام لبعض المخالفات بشكل فضفاض بمصطلحات مطاطة تجعل يعني من الهوى السياسي يعني موجود في يعني في بعض العقوبات اللي قد تكون من خلال هذا الإعلام. كأعضاء مجلس الأمة تقدمنا، يعني كان في عندنا لجنة تنسيقية، تواصلت لجنة تنسيقية مشكورة مع جميع أعضاء مجلس الأمة لتقديم أولوياتهم، وتم تقديم هذه الأولويات والاتفاق على 15 أولوية لدور الانعقاد القادم إن شاء الله. وعندنا خلصنا اجتماع الأسبوع الماضي وعندنا اجتماع الأسبوع القادم حتى تظهر هذه الأولويات وهذه الخارطة التشريعية لدور الانعقاد القادم إن شاء الله.